السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدرس المساعد مصطفى علق عبد الحسن، أستاذ مادة التصوير بالمرحلة الأولى في قسم الإعلام كلية الآداب. تتضمن مادة التصوير الصحفي عددا من المواضيع والمفردات الأساسية في فهم عملية وأركان التصوير الصحفي. من هذه الأركان والمواضيع نتحدث عن أهمية الصورة في الصحافة، وكذلك عن تاريخها وتوضيح مفهومها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أحجام اللقطات في الصورة والتي تقسم إلى عدة أقسام، منها حجم الصورة بالمتناهي البعد والصورة البعيدة أو الطويلة، وبعد ذلك نتحدث عن الصورة الصحفية المتوسطة الطول، وبعد ذلك عن الصورة القريبة والصورة متناهية القرب، ثم بعد ذلك نتحدث عن الزوايا التي تكون عليها الكاميرا والصورة، والتي تقسم إلى عدة زوايا وأقسام، ومنها الزاوية المرتفعة جدا والزاوية المرتفعة والزاوية المائلة والزاوية المنخفضة والمنخفضة جدا. بعد ذلك نتحدث عن السمات التي يجب أن يكون عليها المصور الصحفي، والتي منها أولا رشاقة الجسم حتى يتمكن من الانتقال والحركة بسهولة ويسر لتحقيق المتطلبات الخاصة بالتصوير الصحفي. بعد ذلك يعني من السمات المهمة والضرورية التي يجب أن يتمتع بها المصور الصحفي هي شدة الانتباه، وكذلك سرعة البديهة لمحيطه من يعني الأحداث والعمليات التي تحدث خلال عمليات التغطية الصحفية. بعد ذلك من الصفات والميزات أو السمات التي يجب أن يتمتع بها المصور الصحفي هي تحمل الظروف. في المصور الصحفي اليوم والصحافة بشكل عام لا تعمل بظروف طبيعية أو مثالية، إنما تعمل بظروف ويعني في أجواء يعني خارج السياقات الطبيعية وخارج يعني الظروف المثالية، ويعني يواجه الصحف فيها عدد من الصعوبات الزمانية والمكانية، وكذلك في درجة التعامل مع الأشخاص والمحيط. لذلك على الصحفي أن يتمتع بميزة هي العمل في مختلف الظروف الصحفية. أيضا يجب على الصحفي هو يعني المصور الصحفي الدراية الكاملة بكاميرته وإمكانياته وعدساته ومكوناتها، وما يجب يعني أن تتضمنه هذه الكاميرا من إمكانيات يمكن معها الخروج بأفضل صورة ممكنة للمتلقي وللجمهور. أيضا من السمات والصفات المهمة هي الدراية، الدراية الكاملة بالظروف المحيطة بالحدث، وما يجب وما يمكن أن يتضمنه من يعني زوايا وخارج ما هو مألوف، يجب الانتباه إليها ويعني يتمتع بسرعة بديهة في تغطية والانتقال من ظرف والانتقال من حدث لحدث آخر أكثر أهمية. أيضا يجب من الصفات التي يجب أن يتمتع بها المصور الصحفي هي التركيز، فعملية التركيز هي احتراف والقدرة على الاحتراف والقدرة على تغطية أدق التفاصيل. أيضا من الصفات التي يجب توفرها بالمصور الصحفي هي الإبداع،
لأن العين الإبداعية هي جوهر عملية التصوير. أيضا الطموح، يجب أن يبحث المصور الصحفي عن أفضل فرص العمل واغتنامها والسعي فيها للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة. أيضا التنسيق الجيد هو أيضا من الصفات والسمات التي يجب أن يتمتع بها المصور الصحفي، التنسيق الجيد بين العين والحركة وضمان ثبات أعلى في الحركة، في حركة اليد، ويعني وإيجاد حالة من التوازن بين العين والحركة، حركة الكاميرا وحركة عين المصور لالتقاط ما يمكن التقاطه من الحدث. أيضا من الصفات التي يجب أن تتوفر في المصور الصحفي الناجح هي الصبر والمرونة، لأنه قد يحدث في تغطية ما بعض العراقيل وبعض العمليات أو العقبات التي ممكن أن تحتري عملية التغطية الصحفية والتي ممكن أن تعيق عملية التصوير الصحفي. يجب هنا أن يتمتع المصور الصحفي الناجح بحالة من الصبر والمرونة والقدرة في التعامل مع العقبات واجتيازها والخروج منها بأفضل النتائج. شكرا لكم، إلى اللقاء.